والله دوت العمود الحفر ده بيتكون من مجموعة عوامل وأنواع من التيوب أو المواسير. مواسير في بعض؟ المواسير عبارة عن ستاند. الستاند بقى عبارة عن 3 مواسير. ده بيمثله ستاند. ان انا عشان ابدا بخليه بالشكل يعني ده. من دول؟ بالظبط. دول 3 مواسير بيسموا ستاند في مجال الحفر. بيتربطوا مع بعض عشان يتركنوا. كويس قوي. ده بيسهل لي عملية الحفر. انا لما اجي اعمل يعني هي دي المواسير بالظبط. دي المواسير. دي المواسير. كويس قوي. اللي دي مواسير اسمها دريل بايب. يعني مثلا ايه 11 12 13 ده العدد. ان انا بنزل قد ايه. لان انا ممكن احط لو ما فيش عدد. انت ممكن تنزل 12 من دي. دي 3. الستاند من ده 3. انا هبتدي انزله. طيب خلصته حفر. عايز اكمل بقى اكمل حفر تاني باخد 3 غيرهم. يعني اذا الستاندر عشان اوصل للاعماق اللي انا عايزها. الستاندر بتاعك 3 بالظبط. هي الواحده طولها قد ايه؟ 9 متر ونص. 9 يعني انت كده يعني قول الستاند دوت او 3 مواسير 28 متر ونص. كويس. لو احتجت تاني باخد 3 غيرهم احط 28 متر ونص تاني عشان ازود العمق بتاع الحفر بتاعي. لو احتجت تاني اجين تاني اجين اجين لحد فين؟ لحد فين؟ 3000 4000. 4000 ايه؟ متر. يعني انت المواسير دي بتقعد 3000 متر على حسب البروجرام بتاعه البير اللي احنا هنحفره اللي هو بيبقى عن طريق الكلاينت او الشركه الاونر. هنبتدي نخش هنحفر البير دوت. التي دي بتاعنا او الديبس بتاعنا 3000 متر او 4000 متر او 2600 متر. ان احنا بنجهز مواسيرنا ان احنا نوصل للعمق ده وبناء عليه بنعمل حساباتنا وبنحدد ان احنا محتاجين كم ماسوره وبنركنهم على يعني المواسير دي تخص البير ده بالظبط كده. اتنك تعمل اعمل كونكشن اربطهم في بعض. وابدا انزل شفت احفر. شفت الراجل اللي جوه ده بيكلمك ولا انت اللي بتكلمه؟ الراجل دوت الراجل الحفار ده راجل مهم قوي ده. طبعا ده واضح ان هو مستوى مختلف خالص. هو اللي بيقود الاكويبمنت دي كلها او المعدات دي كلها. بالمعلومات اللي عنده بالظبط كده. او كنت بتقول له ايه؟ كنت بيكلمك يقول لك ايه؟ انا بقول له على البروسيدور بتاعتنا اللي هنشتغل بيها او الانستراكشن اللي احنا هنشتغل بيها. ان انا مثلا هطلع تريب دلوقتي. لا انا عايزك تقول لي قلت له ايه بالظبط لان انا حسيت ان هو يعني خد كلامك باهتمام وبدا اكيد طبعا لان الشغل الشغلانه بتاعتنا دي ما ينفعش فيها هزار خالص. فلازم يبقى في الكلام. الغلطه هنا فورة طبعا. احنا بنهتم هنا اولا ان احنا بننفذ التعليمات. لو في التعليمات دي مش مظبوطه او فيها حاجه اب نورمال او مش طبيعيه بنبتدي ننوه عليها سواء السينيور تربوشر اللي هو رئيس الجهاز اللي هو انا او الكلاينت اللي هو الكمبريمان لو في ممكن يحصل اختلاف في حاجه. هو عشان انت بنراجع مع بعض. عشان تبقى انت رئيس عايز كام سنه؟ والله انا بقالي 26 سنه خبره في في المجال ده. كام؟ 26 سنه. حفرت 95. حفرت كمبير او اشتغلت في كمبير؟ انا اشتغلت في حوالي 5 براريم. حفرت حوالي مثلا قول كده 25 بير. انت مكسوف منهم ولا هم عارفين؟ لا 25 بير. اصل زملاتك بيبصوا لك. لا بارك يعني ده هم احنا انا هنا من غيرهم ما سواش حاجه. لا احنا كلنا تيم. يعني لا اقصد يعني مثلا انا راجل حفار ممكن بقول يا جماعه انا صاحب رقم قياسي في الحفر. لما تقول لي 25 ده 25 ده رقم مهم. لا بس احنا برضو بتختلف عدد السنين او عدد العمل في المجال ده. كويس. هو ممكن انا بقالي 26 سنه في الشغل في المجال 25 ده. مش يعني اذا كل سنه بير تقريبا كده. بتختلف بقى من البوزيشن يعني في عامل حفر وفي مساعد عامل حفر كل ده انت مريت بيه؟ كل ده مريت بيه. ده انت حفار ممتاز والله. شهادات برضه مش عايز كنت اللي تقوله برضه مش عايز لا لا مش عايز تشكر في نفسك. لا كويس قوي. انت بتشتغل كام ساعه؟ انا بشتغل كالجوب بتاعنا المفروض 12 ساعه وستاند باي 24 ساعه. طيب وزملاتك بقى على نفس البريمه هنا؟ على نفس البريمه بيشتغلوا 12 ساعه. 12 ساعه ويشتغلوا 12 وبيريحوا 12. والراجل اللي هنا ده 12 و12 كله 12 و12. ما عدا السينيور ستاف بيبقى هم 12 ساعه بس ستاند باي 24 ساعه لاي ايمرجنسي كيس او حاله طوارئ او اي عطل لازم نبقى متواجدين. يعني انت مش فارق معاك لا حر ولا احنا بنشوف الاربع فصول في ساعه. ازاي يعني؟ مطره وعفره وهواء وحر وكل حاجه في ساعه ما عندناش مشكله. والجو الجو المثالي للحفر بقى الحر ولا البرد ولا ايه؟ والله احنا خدنا على كده خلاص. بس هو الجو اللي هو اللي بيبقى الرطب شويه بيبقى احسن لان الحر طبعا بيبقى عرق والناس بتزهق والشمس والحر والكلام يعني ده كله. الشتاء بالنسبه لكم افضل؟ والله الاثنين كويسين بس الوقت المناسب.
يعني الشتاء فيه ليه مميزات والصيف ليه مميزات. لما بتحقق المواصفة وبتوصل للبير تمام، ده بتديك سعادة؟ طبعا لازم احس بسعادة طبعا، لان مجهودنا وتعبنا وعدم تضييع الوقت في الحاجة اللي هي ملهاش لازمة ده بيخلينا نوفر اكتر ونعمل نحفر ابار اكتر، بدل ما انا هحفر مثلا في السنة 7-8 ابار، لا هيخليني اوفر وقت واخليني احفر بير زيادة في السنة. هو كله برضو دخل للبلد ودخل لوزارة البترول وللإنتاج والكلام ده كله للصناعة عموما يعني.